الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتناول في محاضرة اليوم الفكر السياسي في العصر الحديث، حيث بدأ الفكر السياسي الحديث في القرن 17، وكان قد سبقه عصر النهضة والإصلاح الديني، وهذا ما ركزنا عليه في المحاضرة السابقة. وقد تميز هذا العصر بالاكتشافات الجغرافية وظهور الفكر الليبرالي الحديث. الفكر الليبرالي هو الفكر الذي يعظم من الحرية الفردية، وهو الذي تمثل في الدعوة للقضاء على الحق الإلهي في الحكم، ألا وهو الفكر الليبرالي، الذي ذكرت أيضا أنه يشجع ويعظم الحرية الفردية. ولعل أهم مبادئ هذا العصر هي المساواة والعدالة والحرية الفردية. ومن أبرز المفكرين الذين ظهروا في العصر الحديث، وصراحة هناك العديد من المفكرين الذين برزوا في هذا العصر، خاصة من فرنسا وإنجلترا، حيث أثر هؤلاء المفكرون بالظروف السياسية والاجتماعية التي سادت في عصر النهضة. نبدأ مع أول هؤلاء المفكرين، وهو توماس هوبز. توماس هوبز يعد من أعظم مفكري إنجلترا، وكان قد عاش في إنجلترا في الوقت الذي عانت فيه من اضطرابات وثورات ونزعات سياسية ودينية. فقد كانت البروتستانتينية قد انتشرت في إنجلترا، وهي البروتستانتينية هي مذهب من المذاهب المسيحية، حيث انتشرت في إنجلترا واعتبرت الدين الرسمي للدولة، بعد أن كانت الكاثوليكية هي الدين الرسمي، مما أدى إلى وجود نزعات دينية بين الكاثوليك والبروتستانت. الكاثوليك أيضا هم أيضا من المذاهب المسيحية، وهي التي بالطبع وجدت مع أصول الدين المسيحي، لأن البروتستانتينية جاءت فيما بعد وكانت ردة فعل على الصراع بين الكنيسة ورجال الدين. فجاءت البروتستانتينية أو المحتجين الذين عارضوا بالطبع سلطات الكنيسة الكاثوليكية التي كانت قائمة والتي أثرت سلبا على كل مقتضيات المجتمع، وهذا ما تطرقنا له عند حديثنا عن تطور الفكر السياسي في العصور الوسطى، حيث عاش هوب معظم هذه الحوادث والأحداث. وكما ذكرنا في محاضراتنا السابقة أن المفكر هو ابن مجتمعه، وكل ما يعرضه من أفكار هي نتاج طبيعي لما يمر به مجتمعه من ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية. وفي حديثنا عن هوبز، بالمناسبة عن هوبز وفيما بعد أيضا عن لوك وروسو، بشكل أساسي هؤلاء يعتبروا هم المفكرين الثلاثة، هم فلاسفة العقد الاجتماعي، نقول عنهم فلاسفة العقد الاجتماعي، وسنتعرف إن شاء الله ما المقصود بالعقد الاجتماعي من خلال عرضنا في هذه المحاضرة. وقد كان لها تأثيرا على أفكار السياسية، ألا وهي الحوادث الجسام التي مرت في إنجلترا. ومن أهم مؤلفاته كان الليف الثان، ويقصد هوبز بهذا الاسم وحشا كبيرا هائلا ضخما، وهو بذلك يصف الدولة. الوحش هو الدولة، لكن هو مش بالمعنى السلبي، بل على العكس بالمعنى الإيجابي، لأن هو يريد أن يوطد أركان الدولة. فهو وصف الدولة بأنها وحش قوي تجمع في يدها كل السلطات، والأفراد لا يحبون هذا الوحش، وإنما يطيعونه من أجل تحقيق منفعة شخصية وهي حمايتهم وحماية ممتلكاته. وهذا سنجده هناك غاية، سنجد أن هناك غاية لهوبز من هذه الأفكار عندما يتكلم عن أن الدولة وحش تجمع السلطات، وهو يؤيد ذلك.
وان الافراد يطيعون هذا الوحش خوفا منه، وهو ايضا يحبب ذلك. لماذا؟ لانه يريد حسب زعمه وفكره ان يحقق الاستقرار والوحده والامن لبلده، وهو لا يكون، بمعنى انه لا يكون ذلك الا من خلال دوله قويه، دوله قويه. ولعل اهم الافكار السياسيه لدى هوبز هي حاله الفتره الاولى. سنجد ان هناك ابناء الاعزاء في موضوع العقد الاجتماعي وفلسفه العقد الاجتماعي، هوبز ولوك وروسو، نجد ان هناك اشياء مشتركه بيناتهم فيما بينهم. سوف نجد انهم يتحدثون عن حاله الفتره الاولى، العقد الاجتماعي وطبيعه هذا العقد والغايه منه، وايضا طبيعه الحكم، طبيعه الحكم المراد. وسنناقش افكار كل واحد من هؤلاء المفكرين والفلاسفه بهذا الخصوص. والاهم، لعل اهم الافكار السياسيه لدى هوبز هي حاله الفتره الاولى ونشوء الدوله بواسطه العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي، العقد يعني هو علاقه بين طرفين او بين اطراف. يقول هوبز ان حاله الفتره الاولى، كل واحد من هؤلاء المفكرين الفلاسفه سنجد له راي في حاله الفتره الاولى. حاله الفتره الاولى عند هوبز هي الحاله السابقه لنشوء المجتمع السياسي. هي قبل وجود المجتمع السياسي او ما يعرف بالدوله، وهي حياه بدائيه. حاله الفتره الاولى هي الحياه البدائيه، وهي حاله بالنسبه الى هوبز كانت حاله خشنه وصعبه، ويسودها الصراع وعدم المحبه والدمار والحروب. ووضعه لحاله الفتره الاولى وتوصيفه لها بهذا الشكل له مبتدا من ذلك، سنراه بعد قليل. كما اننا يمكن ان نشير هنا الى الظروف السياسيه التي عايشها هوبز في انجلترا، واللي تمثلت في الحروب والثورات، كان لها بالطبيعي كما ذكرت تاثير مباشر على فكر هوبز السياسي. وهوبز يضيف ان القانون الطبيعي هو الذي ساد في حالة الفترة الأولى، ويعرفه بأنه حرية كل فرد في عمل ما يشاء من أجل الحفاظ على وجوده وحياته. ويصف هوبز الإنسان بأنه أناني وعدواني، من هنا كان هناك ضرورة لإنهاء حالة الفترة الأولى. يعني وصف هوبز كما رأينا الحالة الفترة الأولى بأنها حالة صعبة جدا ويسودها الأنانية والقتل والدمار. والإنسان وجد من الافضل له ان ايش؟ يخرج من حاله الفتره الاولى ويذهب لمجتمع سياسي او ما يعرف في الدوله. لذلك نجد انا فيما يتعلق بنشأة الدوله، يقول هوبز ان الدوله تنشا من قبل الافراد بدافع اناني، وهي من اجل حمايتهم من بعضهم البعض الى جانب منفعتهم الشخصيه، وتنجا الدوله. يعني بدا هذول الافراد بدهم يتخلصوا من حاله الفتره الاولى الصعبه ويروحوا على مجتمع سياسي، على دوله. يبقى تنشا الدوله بموجب عقد يسميه هوبز العقد الاجتماعي، وهو عباره عن ايش؟ طب العقد الاجتماعي عند هوبز تنازل من الافراد بمحض ارادتهم عن حريتهم وحقوقهم. خلاص اتنازل عن حريتهم افرادهم الى مين؟ الى سلطه تتمثل في شخص واحد، من اجل ايش؟ انهاء حاله الفطره الاولى وانتقال الى المجتمع المنظم. يبقى اجوا هؤلاء الافراد، افراد المجتمع اللي طبعا كان في بيناتهم صراع، وعشان يحققوا مصالحهم الشخصيه ويحققوا لهم الحمايه والامن، راح تنازلوا عن حريتهم وحقوقهم الى سلطه حاكمه تتمثل في واحد، وتم الانتهاء من حاله الفتره الاولى وانتقلنا الى المجتمع المنظم او الدوله او المجتمع السياسي المعروف. اما اطراف العقد، مين اطراف العقد طيب عندهم بيكونوا؟ المواطنين فقط اطراف العقد، اما الحاكم فهو ليس طرفا في العقد. فيش طرف فيه، هم اللي راحوا له بمحض ارادتهم وتنازلوا عن كل حقوقهم بمقابل انه ايش؟ يحميهم، بمقابل انه يحميهم. يضيف هوبز بأنه لا بد من وجود حكومة تملك السلطة والقوة لإجبار المواطنين على احترام هذا العقد. لازم قوة، كيف بدهم يحترموا العقد؟ لازم في هنا قوة. وينتهي دور الشعب عند اختيار أول ملك، حيث يقوم الملك بعد ذلك بإيش؟ باختيار من يخلفه. إيش الغرض من العقد بده يكون؟ إيش الغاية من العقد أبنائي الأعزاء؟ المحافظة على البقاء والوجود الإنساني من الصراع والحروب. يعني إحنا تنزلنا كشعب لحاكم، هذا الحاكم حتكون هيك، حلو كمان نرى
سلطته مطلقة، ولكن هو مربوط في حماية حقوق الشعب والحفاظ عليه على هذا المجتمع وهذا الشعب، وعدم الرجوع إلى حالة الصراع والحروب التي ساد في حالة الفترة الأولى. وبما أن الحاكم الملك ليس طرفا في العقد الاجتماعي، سلطته مش بتكون مطلقة، يبقى السلطة عند هوبز مطلقة، احفظوها، السلطة عند هوبز مطلقة وغير مقيدة. ومن هنا يستدل بأن هوبز هو من أنصار الحكم الإيش بده يكون؟ أنصار الحكم الملكي المطلق، أنصار الحكم الملكي المطلق. يعني أنتوا لو نظرت إلى أفكار هوبز، هوبز انتقل فينا من نظرة لحالة الفطرة ثم طبيعة العقد والغاية من العقد الاجتماعي، لوين بده يوصلنا؟ ولوين وصلنا؟ وصلنا للحكم المطلق. فهو يعتقد بأن هذا النظام وهم من أكثر النظم استقرارا وأكثرها اكتمالا، بحيث يقوم بهذا الحاكم بتولي، يقوم الحاكم بتولي جميع السلطات التشريعية وقضائية وتنفيذية. هو بالنسبة له للحكم المطلق هو أفضل نوع من أنواع النظم، وهذه الحكومة من أفضل أنواع الحكومات. الأفراد في رأي هوبز ليس لهم إلا الاختيار بين أحد الأمرين، إلا اختيار أحد أمرين. إيش هي؟ الحكم المطلق أو الفوضى. يعني يا إما بتختار حكم مطلق ويسودكم الاستقرار والأمن وتحافظ على مصالحكم، أو في هناك حالة فوضى بترجع لحالة الفترة الأولى اللي كلها كانت مشاكل. ويعتبر هوبز من أنصار وجود قوى ولا يجوز الثورة عليه. يبقى يعتبر هوبز من أنصار وجود قوى تتركز في وجود ملك حاكم واحد هو مع القوة، ووجود دولة قوية، والدولة قوية لا تكون إلا بوجود هذه السلطات والقوة تجتمع في حاكم واحد لا يجوز الثورة عليه. وذلك لأن الحاكم مستفيد أفضل من إيش؟ من الفوضى وما كان ساد في حالة الفترة الأولى. يبقى العقد الاجتماعي حالة الفترة الأولى عند هوبز حالة خطيرة سلبية فيها صراعات كثيرة ومشاكل، لذلك انتقل هؤلاء الأفراد إلى المجتمع السياسي تاركين وراءهم حالة الصراع وهي حالة الفترة الأولى، وبذلك تنازلوا عن حقوقهم وحرياتهم لصالح من؟ لصالح حاكم يحكم بالحكم المطلق، لأنه هو مش طرف العقد، هم عملوا عقد بينهم هم عشان يتنازلوا إنهم تركوا هذه حالة الفترة الأولى علشان ينضموا لمجتمع سياسي منظم وهو الدولة فيما بعد. وهذا كله كما ذكرنا أوصلنا كما يريد هوبز إلى الحكم المطلق، وهو طبيعة الحكومة عند هوبز. دعونا نذهب إلى جون لوك. جون لوك هو مفكر سياسي إنجليزي من أعظم من دافع عن الحرية والليبرالية وحقوق الإنسان. الليبرالية أيضا هي تعني تعظيم حرية الفرد، الليبرالية أيضا هي الحرية. فهو على عكس من توماس هوبز الذي يعد من أنصار الحكم الملكي المطلق، يعتبر لوك من أنصار أيضا الحكم الملكي، لكن إيش؟ الحكم الملكي المقيد. وهو من أشد المعارضين لنظرية الحق الإلهي للملك. الحق الإلهي للملك يعني أن الملك يحكم باسم مين؟ باسم الله. بمعنى أنه يحكم باسم الله معناه أنه إيش؟ بده يكون حكم مطلق. لا لا، كان لوك معارض لهذه الفكرة، لهذه الأفكار، لهذه النظرية، معارضها بشدة. أهم كتاباته للوك كان رسالتين عن الحكومة، وهم أراء لوك السياسية تتمثل في وصف لحالة الفترة الأولى. بدنا نشوف إيش وصف حالة الفترة الأولى، وكمان أيضا مشروع الدولة بواسطة العقد الاجتماعي، وكذلك موضوع فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. طيب دعونا نرى كيف وصف لوك حالة الفترة الأولى بأنها حالة يسودها السلام والأمن. بيختلف عن هوبز اللي وصفها بالصراع والجشع، هان يصفها لوك بأنها حالة يسودها السلام، الطمانينة، الحرية.
حيث أن كل إنسان له الحق في أن يفعل ما يريد ولكن في إطار إيش؟ حدود القانون الطبيعي، هذا القانون العادل. وكذلك فهي حالة يسودها المساواة بين جميع الأفراد، فكل منهم له نفس الحقوق أمام القانون. يعني حالة الفطرة عنده إيش؟ جيدة، لكنها لم تكن مثالية. حالة الفطرة عند الرب لم تكن مثالية، لكن برضه إيش كانت؟ مش حالة صراع زي مين؟ زي هوبز، بل حالة يسودها القانون الطبيعي، حالة فيها قانون طبيعي بتطبق على الجميع. هذا القانون الطبيعي قانون العدل والمساواة، لكنها مش مثالية، مش مثالية ومش فيها صراع دائم، حالة طبيعية. طب ليه بدنا ننتقل من حالة الفطرة الأولى للمجتمع؟ ليش؟ لأنه لوك بقول لك كان بأن حالة الفطرة لم يوجد بها هيئة لتنفيذ القوانين، وأن الهدف من نشوء المجتمع المنظم هو تطوير القواعد الأخلاقية التي كانت موجودة في حالة الفطرة. في حالة الفطرة أخلاق، لكن بدنا مين؟ بدنا سلطة تنفذها وسلطة تحميها. وبالتالي فإن المجتمع المنظم هو أكثر قدرة على تحقيق العدل والمساواة، ويهدف إلى تحسين أوضاع الناس، ويتم التوصل لهذا المجتمع بموجب عقد اجتماعي أو اتفاق بين أفراد المجتمع. ممتاز. يبقى حالة يعني مش مثالية لكن فيش فيها صراع، لكن كتير مهم إحنا يكون هناك هيئة تنفيذية تطبق القوانين اللي كانت مش موجودة في حالة الفطرة الأولى. علشان هيك إحنا ذهبنا لموضوع العقد. العقد الاجتماعي عند لوك هو تنازل الأفراد عن حرياتهم الطبيعية من أجل مجتمع منظم يضمن لهم حياة أفضل من حالة الفطرة الأولى، ويكفل لهم استمرارية استمتاعهم بإيش؟ بممتلكاتهم. بذلك إيش العقد الاجتماعي عنده؟ بتكون ينهي حالة الفطرة الأولى وينشئ مجتمعا منظما ومجتمعا سياسيا. طب إيش يختلف مفهوم في العقد الاجتماعي عند لوك عنه عن هوبز؟ جعل لوك الملك طرفا في العقد، هوبز طلبتنا الأحباب، هوبز هل كان الملك طرفا في العقد؟ لا لم يكن. لكن عند لوك هو طرف في العقد. وبذلك فمن من حق الأفراد فسخ هذا العقد إذا أخذ الحاكم به. لكن عند هوبز بزبطش، قالك ما بزبط تفسخ العقد لأنه الملك مش طرف في العقد. وقالك كمان أنا ضد الثورة. هوبز ليش ضد الثورة؟ قال لأنه هي بدها ترجعه لحد الفترة الأولى اللي كلها مشاكل ومصايب وكوارث. لكن بالنسبة للوك قالك لا لا لا، فسخ العقد بيكون متاح في حال خلى الحاكم به. ومن هنا يستدل بأن لوك هو من أنصار الحكم ليش؟ المقيد، حكم ملكي مقيد. وعن السلطة المدنية التي تنشأ من العقد الاجتماعي يقول لوك بأنها حق سن القوانين المصحوبة بإيش؟ بالعقوبات، والتي ترمي إلى تنظيم الملكيات الخاصة وحفظها واستخدام قوة المجتمع في تنفيذ هذه القوانين المحافظة على إيش؟ على الصالح العام. بتعرفوا على هيك إحنا بنقول إنه لوك عنده عقدين مش عقد واحد كمان. العقد الأول بين الأفراد ومنه ينشأ المجتمع اللي انتقلنا فيه من حالة الفطرة الأولى لحالة المجتمع السياسي، والعقد الثاني بين المجتمع والحكومة، بين المجتمع والملك أو الحكومة. الهدف من العقد الأول هو انتقال ليش؟ من حالة الفطرة الأولى للمجتمع المنظم. أما العقد الثاني فهو الذي ينشئ الحكومة من أغلبية أعضاء من المجتمع، وتتكون الحكومة بعد إنشاء من ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، أو عفوا الفيدرالية، يسميها الفيدرالية. يتكون الحقوق بعد انشاء من ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية، والسلطة الثالثة يسميها لوك السلطة الفيدرالية. ويعتبر لوك السلطة التشريعية بأنها أسمى من السلطة التنفيذية. وفي هذا الصدد يقول لوك السلطة التشريعية تعتبر سلطة إيش؟ العليا للدولة، ويجب أن تكون ثابتة ومقدسة في نظر أولئك الذين أوكلوها لهم المجتمع أو كلها لهم المجتمع. وإن أي مرسوم مهما كان شكله أو القوة التي تصدره لا يمكن أن يكون القوة الإجبارية القوية إذا لم توافق عليها مين؟ السلطة التشريعية التي تم اختيارها من قبل الشعب نفسه. يبقى السمو هنا السلطة التشريعية. أما السلطة التنفيذية فهي تابعة للسلطة التشريعية ودورها يقتصر على تطبيق القوانين، وأما السلطة الفيدرالية فهي تختص بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة. ممتاز ممتاز. طيب دعونا نرى أفكار جان جاك روسو فيما يتعلق في حالة الفطرة الأولى، في حالة العقد وطبيعته والغاية منه، وأيضا الحكومة
وأفكار أخرى. يعتبر المفكر الفرنسي روسو من أكثر المفكرين الذين كان لهم تأثير مباشر على الثورة الأمريكية وزعيمها توماس جيفرسون وكذلك الثورة الفرنسية. ولقد أدت الظروف السياسية والاجتماعية التي سادت في فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية دورا أساسيا في التأثير على فكر روسو السياسي. طبيعي، هو المفكر من وين بده تيجي أفكاره؟ كما ذكرنا تكرارا ومرارا، من واقع مجتمعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فقد ساد نظام الملك المطلق فرنسا، والذي كان روسو من أشد معارضين لهذا الملك الملك المطلق، الملك المطلق والنظام الملك المطلق، على عكس مين؟ على عكس هوبس. بالنسبة للثورة الفرنسية هي حدثت بعد موت روسو بعشرة أعوام، وتعتبر وثيقة الثورة والمسمى بوثيقة إعلان الحقوق مأخوذة تقريبا من وين؟ يعني بشكل حرفي من كتاب روسو العقد الاجتماعي، الذي يعتبر من أهم المؤلفات السياسية التي ما زال صداها إلى يومنا هذا، وهم جاء في كتاب روسو حياة الفترة الأولى ونشأة الدولة والإدارة العامة. طيب، إيش وصف روسو حياة الفترة الأولى؟ وصفها بأنها كانت حياة إنسانية قائمة على الصداقة والسلام والمحبة، وهي حال تمثل السعادة المثالية. سعادة مثالية، اللي قبله لوك قال لا هي مش مثالية، لكن مش حالة صراع. اللي قبله كمان اللي هو هوبز قال لك لا حالة صراع. في اختلاف. يعني احنا ممكن نجيب سؤال لكم، نقول لكم نظرة فلاسفة العقد الاجتماعي إلى حياة الفترة الأولى، أو نقول قارن بين رؤية أو وجهة نظر أو أفكار فلاسفة العقد الاجتماعي. ليش؟ لعدة أمور بالغة الأهمية تناولها. حالة الفترة الأولى والعقد العقد الاجتماعي، وأيضا طبيعة الحكم اللي أرادوه. بدنا نعمل مقارنة، قرنولي بين وجهة نظر كل واحد فيهم، بين أفكارهم السياسية في هذا الصدد. هذا بالمناسبة إن شاء الله حيكون لكم عبارة عن سؤال وتجاوبوا عليه بإذن الله، علشان أشوف وأعرف هل فاهمين أنتوا هذا الكلام. بدناش نحفظه، سهل جدا. لو إحنا عملنا هيك عبارة عن جدول وقلنا هوبز لوك روسو أفكارهم فيما يتعلق، طبعا هو هؤلاء فلاسفة ومفكرين العصر الحديث، نشوف وجهة نظرهم في موضوع الفترة الأولى، العقد وطبيعته، وأيضا الحكم، نظام الحكم بالنسبة لهم، ونعمل مقارنة إيش نظر كل واحد فيهم لهذه الأشياء. على الانتقال من حالة الفترة إلى حالة المجتمع المدني، يقول روسو إن النزوع نحو الكمال أكثر من السلام. تعتبر الرغبة الأساسية للجنس البشري الواسع دائما من أجل تحقيقه، وهذا لا يمكن تحقيقه في حالة الفترة ولا في المجتمع المدني. يعني روسو قال إنه حالة الفترة الأولى فيها صداقة وفيها سعادة، ولكن لك تنتقل لحالة مجتمع مدني. حالة مجتمع مدني في نزع أكثر كمان كمالية، يعني لحد الكمال يصل فيها السلام والاستقرار. لا، بدك إيش؟ بدك تنتقل لمجتمع منظم، ما بسود في حالة الفطرة. هذا لا يمكن تحقيقه في حالة الفطرة وإنما في المجتمع المدني. شفتوا؟ بمعنى إنه لا يمكن إنه في حالة الفطرة نوصل لنزعة الكمال في السلام والاستقرار. لا يمكن. هذا ممكن وين نوصل له؟ لما يكون عندنا في مجتمع سياسي منظم، مجتمع مدني زي اللي نعرفه اليوم. بسود هان حالة الفطرة الأولى. يبقى الانتقال من حالة الفطرة إلى حالة المجتمع المدني، حالة المجتمع السياسي، الدولة، هو بالنسبة له مهم، لأنه رغم أنه هناك في سعادة، لكن السعادة المثالية الكاملة والمنظمة والاستقرار لا يكون إلا في المجتمع المنظم وليس في حالة الفطرة. ويضيف بأن الانتقال إلى المجتمع المدني حدث من خلال الملكية الخاصة. وفي هذا الصدد يقول روسو إن أول إنسان أحاط قطعة من الأرض بسياج وقال هذا إيش؟ ملك لي. ووجد أناسا بسطاء صدقوا ما قاله لهم إن هذا الإنسان هو مؤسس المجتمع المدني، وقال هذا ملك لي. وجد أن إيش؟ أناسا بسطاء صدقوا ما قاله لهم إن هذا الإنسان هو إيش؟ مؤسس المجتمع المدني.
بمعنى انه خلاص لما احنا بنصير نعرف انه في انا والله قطعه ارض وصار في عندي ملكيه خاصه وانا رحت سيجتها وصارت هذه الي وصار هناك في كل واحد له ملكيته. هنا احنا بدينا احنا نقول انه هان في فعلا مجتمع مدني، في مجتمع مدني، ولكن هذا المجتمع المدني بده ايش اللي يضبطه؟ بده ايش اللي يضبطه؟ يتحدث روسو هنا عن الطبيعه الانانيه للانسان من خلال السيطره على الملكيه الخاصه، بدينا فقد تحول مجتمع الفكره الذي تسود المساواه الى مجتمع مدني والذي يتسم باللامساواه في الملكيه الخاصه. ها ايش كلامنا؟ يعني لما انا بتكلم عن بدينا لما بنيجي بنقول والله في الوقت احنا بدنا نسيج كل واحد يسيج ملكيته الخاصه، معناه انه بده يصير نزاعات اذا ما ضبطناهاش العمليه هذه. يبقى هذا ايش بدنا نقول؟ بدنا نقول خلص ما زال احنا سيجنا بدينا كل واحد بده ملكيته الخاصه، معناه انه احنا انتقلنا للمجتمع السياسي المنظم للمجتمع المدني اللي احنا بنعرفه. هذا بده ايش عاد؟ بده يضبطه ولا بده يصير هنا ايش في اشكالات؟ بده يصير في اشكالات وكل واحد يتعدى على مين على ملكيه الاخر. انتقل الناس من حاله الفطره الى المجتمع السياسي بواسطة العقد الاجتماعي، ولكن مفهوم العقد الاجتماعي عند روسو يختلف عن كل من هوبز ولوك. اعتبر هوبز العقد هو تنازل الافراد عن كل حقوقهم الى شخص واحد، اما طبعا هذا مقابل حمايتهم، اما لوك فقد اعتبر ان العقد الاجتماعي هو تعاقد ارادي بين الشعب ومين؟ والحاكم. اما العقد الاجتماعي عند روسو فهو ايش؟ ان يتنازل كل فرد عن حقوقه. ولمين يتنازلوا؟ للمجتمع، لم يتنازلوا للحاكم. يعني كل فرد من افراد المجتمع تنازل الاخر، تنازل الاخر، فهو هيك تم التنازل من الفرد للمجتمع، والشعب هنا هو صاحب السياده. يقول روسو كل واحد من اعضاء المجتمع يضع شخصه وجميع ما يملك تحت تصرف الاراده العامه العليا، وبذلك يكون هذا الفرد جزء من ايش؟ من الكل. طيب عن مفهوم الاراده العامه عند روسو، يقول روسو بأن الأفراد عندما يتنازلون عن حقوقهم في السيادة فإن ذلك يعني أن تشترك إرادة كل فرد. فش يعني قلنا ما تنازلوش للحاكم، يعني لوك كان عنده عقدين، عقد بين المجتمع نفسه وعقد بين المجتمع والمين والحاكم. بالنسبة لهوبز ما فيش عنده بالنسبة للعقد إنه يكون الحاكم جزء من العقد، لا لا لا، بس العقد كان بين المجتمع بعض مع بعض مع الأفراد مع بعضهم البعض. عند روسو كان هناك إرادة عامة، يعني الفرد يتنازل المجتمع، هذا ما يعرف الإرادة العامة. يقول روسو بأن الأفراد عندما يتنازلون عن حقوقهم في السيادة فإن ذلك يعني أن تشترك إرادة كل فرد مع إيش؟ مع إرادة الأفراد الآخرين في المجتمع، وبذلك ينتج ما يسمى بالإرادة العامة. وبذلك فإن الأغلبية بعد إنشاء الدولة تصبح معبر عن الإرادة من العامة، والإرادة العامة هي صاحبة السيادة في الدولة ولها الحق في توجيه وإدارة الدولة. ويعتبر روسو ان نواب الشعب ليسوا ممثلين للسياده، فهم ممثلين لمين؟ للشعب فقط، ولا يستطيعون ان يحكموا بدون الرجوع الى الشعب. يعني مين الاراده العامه؟ مبتغى عقد روسو ان يوصلنا للاراده العامه، وان الشعب هو مصدر السلطات، وان الشعب نواب الشعب حتى ليسوا ممثلين للسياده، فهم ممثلين للشعب فقط. لانه كل شيء لازم احنا نرجع فيه لمين؟ الشعب هو صاحب الاراده العامه، وكل قانون لا يرضى عنه الشعب يعتبر لا غنى ولا يعتبر قانونا ابدا. يعتبر المفكر الفرنسي روسو من اكثر المفكرين الذين اثاروا جدلا حول كتاباتهم. هناك من يقول بان روسو ديمقراطي ومن دعاة الديمقراطيه، واستدلنا على ذلك من مفهوم الاراده العامه التي تو شرحناه والسياده الشعبيه، حيث ان المواطنين جميعا يشكلون الهيئه التشريعيه، وبان السياده للشعب وليس لمين؟ للنواب. للنواب كل شيء بدنا نرجع للشعب فيه، والحكومه هي مجرد اداه في يد مين؟ الشعب. يعني الكلمه الاولى والاخيره للشعب. وهناك من يتهم روسو بانهم من مؤيدي ايش؟ النظام الدكتاتوري. طب ليش؟ يستدلون على ذلك من فكر روسو بان الدوله هي ممثله للاراده العامه، ولكن هذا لا، يعني حسب ما شرحنا الدوله مش صحيح انه قبل النظام الديمقراطي، لانه يستدلون على ذلك من فكر روسو بانه الدوله هي ممثله للاراده العامه، لا، وبالنسبه له الشعب هو كل شيء. هذا غير صحيح ما ذكروا. وهناك من يقول بأن روسو كان مبشرا بالماركسية، وليش؟ لأنه بسبب إعادائه للملكية الخاصة واعتباره الملكية الخاصة إحدى الجوانب الأساسية لعدم المساواة بين الناس. ويجب أن نتذكر دائما أن أول ما جاء في كتاب روسو العقد الاجتماعي أن الإنسان إيش؟ خلق حرا، ولكنه في كل مكان مكبل بالسلاسل. فالبعض
يعد نفسه سيدا للآخرين ولكنه في الواقع أكثر عبودية منهم، أكثر منهم. بإذن الله بعد ما تم الانتهاء من أبرز مفكرين وفلاسفة العقد الاجتماعي في العصر الحديث، إن شاء الله سنستكمل المحاضرة القادمة مفكر أيضا هام من مفكرين العصر الحديث ألا وهو مونتسكيو، وأيضا نستكمل الحديث عن العلوم السياسية ومبادئ العلوم السياسية من خلال البدء بإذن الله بتناول الفصل الثالث هذا، والله ولي التوفيق. نرجو الله لكم السلامة والتوفيق والسداد الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.